شوفوا البسم الله نخدم معكم اليوم هذا المربى كيجي ورقه واحده اللي حليته. شوف كيفاش كيجي كيجي خطيره كله مفرق وزوين. شفتوا ورقه واحده كيجي تحلو بحال يلاه صوبتو بحال يلاه طوينه. وهذا حتى هو الملول اللي درت معكم حتى هو كيفاش كيجي كيجي حتى هو خطير. وهذا الشكل الاخر حتى هو المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوني كيفاش درت ليه. هنا غنعطيكم مقادير العبار ما كاينش غير داكشي افولونتيك كولو فولونتي بالمغربيه. عندنا الدقيق الابيض ديال الحلويات عندي الفينو هذاك تيكون رقيق من قبل تيكون رقيق من السميد ديال الحرشه شي الملحه وشويه ديال الخميره الفوريه. انا ما تنديرش المسمن بلا خميره ضروري الخميره باش كيجي رطب وزوين. طبعاً الحال ما دافي باش غادي نعجنوه نخلطو نبداو نعجنو. بسم الله نعجلوه نقلكم مزيان. انا جمعتو دابا باش ما نطولش لكم الفيديو العجينه راه باينه كلشي المغاربه تيعرفو يعجنو وكاع الناس كتعرف تعجن. دابا جمعتو ونقلكم مزيان مره مره الشوبط بالماء حتى نلقى القوام ديالو اللي بغيت انا. هنا راني كملتو في لا ماشين حيت مقدرتش نعجن بيديا كضرني. ومهمه هو كيفاش خاص يكون عندكم ما يكونش خفيف بزاف يكون عادي. ونخل دابا نقطعوه كويرات ناخذ شويه الزيت وندير كويرات القياس اللي بغيت نحطو هكا في بلاطو ونخلي معاه في مكان العمل بحال هكا نحاول نديرو قد قد. كبرتهم وغادي نغطيهم بلو فيلم ونخليهم يرتاحو ونتلاقاو ان شاء الله نبغيو نخدموهم. باش غنورقو عندي هنا الزيت العادية ديال المائدة وعندي الزبدة الحيوانية وغنرشوه بالفينو أي دقيق القمح باش عجنا. غندوب هادي ونخلطها مع الزيت ونبسط أول وحدة غندير أول وحدة وكندير لها الزبدة والزيت مزيان بحال هكا ورشها بالفينو وغادي ندير ليه هاد العملية ديالي. نحاول ما نوصلش للجناب مرتو غادي نجمعهم هكا ونخليها ترتاح واحد شويه هنا باش نحاول نجبدها شويه. غنصوب هادي تخسرات ليا شوف الصنع المغربي كيفاش داير صدقات حسن منها هي صحيحه. هادي راه الكاملوط عاد ديكور بلا فايده شفتو عاد درت لها هكا تخسرات. المهم هذا استريحت شويه بحال هكا كنحاولوا نجبدوه. كاو كلويه اما على صباعك ولا تلويه في بلاصتو نيت. صافي ونخليه نخليها هكا ترتاح
ترخى ليا مزيان، ديك الساعه نبسطها ونطيبها. هنسرح واحده اخرى، تسرحوا في الزيت، ما تسرحوش بالزبده. الزبده درت بالزبده غتلصق لك في قليل، تلصق لكم هنا في البلون طرافاي ديالكم. ديما الزيت هو الاول بداو بيه، عاد كتورقوا بالزبده باش يكون العمليه سهله. انا ما ريحتوش بزاف، انا كلشي عندي بزاف. درت ليها 5 دقائق وسرحتو، رقوه مزيان. شفتو بحال هكا؟ انا غندير لكم جوج بحال هكا، شي لاخر نديرهم الوعاء دي ومربي باش تعرفوا كيفاش. دابا غادا ندهنوا بالزبده، ورشوا بالفينو. الفينو الدور ديالو كيشرب داك ليدام وكيخليها كتحل مزيان. سينا شفتوا هذيك كيفاش دايره؟ واخا واسعه غتعاودوا ديروا مره اخرى فوق منها بحال هكا باش يرقح لكم داكشي. صافي وكتجي عندكم هكا وهنا، وتخليوها ترتاح باش تجبدوها وتلويوها. كتسرحوها على شكل هكا مستطيل، دهنو تاهي مزيان بالزبدة، رشوها مزيان. وتلويها بحال هكا ودهن بحال هكا ودهن. الا بغيتو مترشوش مترشوش، حيت كاين ديجا عندنا هاد الفينو. عاود نرش نطوي وندير شي زبدة بحال هكا ونلوي على هذا ونخليها حتى هي دو كوطي حتى ترخف لينا، ونوريكم واش ديرو. هادي كتجبدو هكا، ولا ما ديروها صبعانكم لوها غير هنا بحال هكا بحال شكل المحنشة. فوالا، وهادي تكون لتحت وتخليوها تيغطيوها ترتاح. هادي واخا باقا مرتاحتش، المهم كتعاودو تبسطوها مزيان بحال هكا وتجبدو. دهنو رشو ولويو، مزيروش اللوية باش يجيكم مفتوح مزيان. هذا بحال هكا تا هو نديرو هنا ترتاح، ونجيب وحده اخرى نخدموها نفس العمليه. غندير وحده اخرى عاوتاني ليكم جوج من حاجه. هذا كتسرحو دهنو بالزبده، ترشو الفينو، وغادي تجيبو بحال هكا 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 ديرو ليه وتلويو. هذا اسهل ملوي. واحد بورطابل عندي راه تجلخ زيت وزبده. هذا نفس العملية، ديما ندهنو نرشو. هذا هو السالاد اللي نلقى في الرغيفات، الرغيفة المربعة. فوالا بحال هكدا خليتها ترتاح. ندوزو الشكل الاخير، كيكون شكل اخر ولكن كيجي فيه كتكون فيه لافارس. خليتها المره اخرى ندير لكم فيديو اخر باشكال ديال لافارس.
لما كل ما ندير لكم فيديو بشكل لا ما ندير فيديو واحد فيه بزاف ديال الاشكال تستافدوا منهم. هذا عطيني مربع وندوزو نطيبو طيبو ان شاء الله. ان شاء الله غادي يجي معكم سمن واعر. يلا دابا ندوزو باش نطيبو اليوم مربع ثوما السبعيات ديال المقله. المقله راه ديجا بدات تسخن. نبداو بهاد المربعات وعاد نكملو بالشي الاخر. حاولوا تضربوا جدا ديما الجداب هادو يكونوا رقاق ما تخليوش غلط. كنشوف على شي وحدين كيديروا مسمن كيخليو الجداب غلط كيجيو عايبين حتى في الماكله وفي كلشي. ديما نضرب الجداب وندوز دابا نطيبو في المقله. على هي سخونه مزيان نرشها بالزيت سمعتي كيفاش كتشتش. وغادي نرمي اول وحده اول وحده شفتو عاد شد شويه نقلبها ما تخليهاش تنشف كلها بحال هكا. نعاود باش يزيد نخليها تشد مزيان. نقلب تخافوش من الخميره، الخميره كتزين وسمن عما تكتروهاش بزاف. ما دابا الحال بان ماشي مشكل راه متخمرش فيكم. الشايبات كتنفخ ها شفتو فيه مسمن رائع يعني مكنديرش فيه السكر نهائيا. بس حط السكر ياكلو ماقطعش فيديو باش تشوفو الطياب ديالو. كيجي محلول وزوين في المقلاة شتو ها شتي كيفاش كيجي كيجي رائع ها كيجي مرق زوين. أنا كيعجبني ناكل هكا من المقلاة لفمي. ما فيه لا سكر لا دانون لا حليب حتى شي حاجه غير الماء والملحه شويه الخميره وكلشي شفتو على عينيكم. غير نتوما ما ديروش بمارغارين. المارغارين ما كتجيش زوينه ديروا بالزبده العاديه كيجي بنين مسمن شفتها هو الحمار بلا سكر. صافي طاب التالي مزيان نحيدو نشوفو دابا الشكل لاخر. هادي التانية شوفو شتي كيفاش كيجي محلول وناشف وزوين وطري تاكلوه بلا ما بقا يتجبد معاكم في فمكم شفتو كيجي روعة. دو الشكل التاني تشوفو درت فيه الزيت بسم الله هاهي. حاولو متقرصوش بزاف ودي ماشي بحال ديك اللي كدوز في الماكينه وكنعمرها بزاف 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 داك الشيء شويه ناشفه زوينه. هاد الشي راه خاصك تقلبها حتى هي الطريقه اللي راك تسمح لجبد الماكينه وبقاو يدك بوحدك ما كاينش لي بحال انا بوحدي ما كاينش لي الاولى الماكينه يدورها ليا ما كاينش لي عاوني. هذه طريقه سهله كتجيني انا. تقدر دير ثلاثه د الحوحدات صغار حتى اربعه
غنبقى ندور في هاد الطيب ديال نوريها ليكم. هاي خلاف الطيب، شوفوا هي دوز كتحل، شفتو هانتوما شو كيفاش كتجي، ها مرقة وزوينة، ها كتجي غزالة وناشفة ومدبش بزاف. نحاولو نملوي لاخر، قرصو ولكن قرصو مزيان الوسط، مربع كتضربو ليه جدا مزيان، شفتو واقف هنا باش ميبقاش هنا خضر ليكم، ديما الوسط وسيرو في الجناب بحال هكا. نربح شويه الوقت، غادي نجيب الاخرى ونجي راح بها هنا هكا. ديما مسمن عشويه وحلوه. نحيد هذيك، هي قرصة شو باش كتجي تاهي كتجي. شتينا شتي كيفاش كتجي، سمع سمع ها شفتو، شي مرة بقا واعرة. تحمر بلا سكر، يعني درت شوية سكر نهائيا وكيطيب مزيان. دابا كملنا طياب ديال الأشكال لي وريتكم، ودابا ندوزو لطبق التقديم إن شاء الله. هانتوما ها شفتو وريتكم كيفاش كيكون، كيفاش كيكون مورق وزوين، ها روعة شفتو، ولا كيضربوه بحال هكا باش كيتحل، باش كيجي كلهم حلو بحال هكا. وراكم هادوك لي درت هداك، تاهما شوف كيفاش كيجيو محلولين، ها شفتو كيجيو روعة. وهذا التاوما راه شفتوهم في المقله كيفاش كيتحلوا، تحلوا ورقه وحده، تحلهم ورقه وحده كيتحل، شفتو ورقه وحده كتحل باش كيجيو. نتمنى تجربوهم ان شاء الله، نتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده ولا المنتج.